عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين ماس رابعة ابتدائي، ترم تاني المنهج الجديد. أيوة، النهاردة معادنا مع الفيديو الأول في الترم التاني، وأول تو lessons عندنا متعلقين بالديفيجن. موضوع الديفيجن هيكون سهل جدا وبسيط لو احنا كنا مركزين في التابل كويس جدا وحافظين التابلز بتاعتنا ومفيش أي مشكلة، فبالتالي موضوع الديفيجن عندنا هيكون أبسط شيء. ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة بيبدأ بإيه. There are 8 teams playing score. There are 9 students on each team. How many students are there in all? كان في عندي 8 فرق بتلعب، كل فرقة فيها 9 طلاب. يا ترى العدد الكلي in all دي بيقصد بها العدد الكلي للطلبة في جميع الفرق هيكون كام؟ أبسط طريقة نحل بها المسألة دي خدناها الترم الأول في دروس المالتبليكيشن، إن أنا هقول 8 times 9 equals 72 students. طيب there are 72 students on the field. They want to make teams with 9 students on each team. How many teams will they be able to make? كان عندي 72 طالب عايزين يدخلوا في فرق، كل فرقة هتكون مكونة من 9 طلاب. يا ترى احنا محتاجين نكون كام فريق؟ في الحالة دي انا محتاجة اعمل operation جديدة غير الملتبلاي اللي هي divided by، زي ما الولاد اللي بيلعبوا كرة كده بيقولك يلا نقسم نفسنا لفريقين. نقسم نفسنا يعني لو هم 12 هيبدأوا يقسموا الفرقة يلعبوا 6 قصاد 6، لو هم 10 هيلعبوا 5 قصاد 5. دي لما نبقى بنلعب لعبة جماعية ونبدأ نقسم العدد اللي موجود على فريق ضد فريق. طب لما يكونوا 72 تلميذ ومحتاجين يكونوا فرق وكل فرقة يكون فيها 9، يبقى أنا محتاج أعمل كام فرقة؟ هنا هنستخدم الديفيجن القسمة. العلامة دي بقرأها divided by 72 divided by 9 equals 8 teams. عرفت منين ان هما 8 يا مس؟ من table ال 9. مين times 9 يديني 72؟ ال 8. يبقى الناتج اللي هو ال quotient عندنا 8. There are 72 students on the field. They want to distribute into 8 teams. How many students will be on each team? المسألة نفسها جابها لي بصورة تانية مختلفة، بيقول لي لو أنا عندي 72 تلميذ ومحتاجين إن إحنا نقسمهم على 8 فرق، يا ترى كل فريق هيكون فيه كام واحد؟ Each يعني كل فريق لوحده. في الحالة دي أنا محتاجة أستخدم الديفيجن برضو القسمة. هنستخدمها ازاي؟ هنقول ال 72 divided by ال 8. ندور في تيبل 8، مين times 8 يديني 72؟ 9. يبقى الإجابة 9 students. Salim brought 15 pies to give to 4 of his friends. How can Salim share the pies equally? طيب دلوقتي سليم معاه 15 قطعة من الفطير أو الكوكيز أو الحلويات أو السويتس أو أيا كان في المسألة عبارة عن إيه. ال 15 دول عايز يقسمهم على أصحابه الأربعة، وعايز كل واحد فيهم ياخد قد التاني. فأنا مفيش عندي عدد في تيبل 4، لو أنا قلت 4 تايمز مين يديني 15 مش هلاقي. أنا عندي 4 تايمز 4 ب16 و 4 تايمز 3 ب12. يبقى في الحالة دي لازم هيبقى عندي ريميندر باقي، يعني هيقسم بالتساوي وهيفضل عندي ريميندر الباقي. بختصر كلمة ريميندر بالletter R. 15 divided by 4 equal 3. اشمعنى اخترت 3 يا مس؟ علشان 3 times 4 equal 12، هي أقرب حاجة لل 15 أصغر منها. ماخدش أقرب حاجة أكبر من ال 15 تديني 16 زي 4 times 4 ب16، لأ، اختار اللي اعمل له تايمز 4 ويكون اقرب حاجه ل 15 ويكون اقل من 15 على طول، زي ال 12. 3 تايمز 4 equal 12. ال 12 less than ال 15. طب ال 12 فاضل لها كام على ال 15؟ ها 13 14 15 فاضل 3، يبقى الناتج 3 اللي هو الكوشنت والريميندر عندي 3.
كل الأسئلة دي من كتاب الطالب، كتاب المدرسة. فالشرح من كتاب المدرسة أفيد من إن احنا نقعد ندور على كتب خارجية كتير وملازم كتير وحاجات كتير مشتتة. احنا خلينا مركزين في الحاجات اللي بتنزل من الوزارة. Solve each problem. Show your work. 35 divided by 6. طيب ال 35 هنا not divisible by 6، لازم هيكون عندي ريميندر. مفيش عدد بعمل له تايم 6 بيبقى الناتج 35. انا عندي 6 تايم 6 ب 36 و 5 تايم 6 ب 30. مفيش حد اضربه في 6 الناتج يكون 35. فانا هشوف اقرب حاجه زي ما اتفقنا، بشرط ان الناتج بتاعها يكون للزان 35 مش اكبر منها. اقرب حاجه هي ال 5 تايم 6 ب 30، بس الريميندر في الحاله دي هيكون ايه؟ 5. مين هو الريميندر يمس؟ الباقي. طيب 22 divided 6، يلا ندور في تيبل 6. 6 times 4 ب 24، أكبر منها ما ينفعش، أروح أدور على الأقل منها. 6 times 3 ب 18 ويفضل عندي 4 ريميندر، يبقى الناتج 3 والريميندر عندنا 4. Question number 3. There are 48 mugs that need to be bought in box and shipped. 5 mugs can fit in each box. How many boxes will be needed to ship the mugs? طيب لو انا عندي اي كمية لأي حاجة من الاشياء الموجودة حوالينا وعايزة اوزعها على صناديق مثلا زي المسألة هنا، وبيقول لي ان الكمية اللي عندي دي عبارة عن 48، وبيقول لي ان سعة الصندوق الواحد 5. طب يا مس انا مش شايفة 5، مش مكتوبة. يا مس انا مش شايفة 5، مش مكتوبة في المسألة بالديجيت، مكتوبة هي بالليترز F I V E اول السطر الثاني، فلازم اقرأ السؤال كويس. ال 48 divided ال 5 من تيبل ال 5 اقرب حاجة ال 9. 5 times 9 ب 45، يفضل كام على ال 48؟ يفضل 3، يبقى الريميندر عندنا 3. الكوشنت 9، الكوشنت اللي هو ناتج القسمة، والريميندر بنختصره في اللتر R وبنكتب 3. ده كان الليسون الأولاني في الترم الثاني، أول ليسون في الديفيجن. طيب الليسون الثاني في الترم الثاني في الديفيجن، العنوان بتاعه Patterns and Place Value in Division. تعالوا نشوف هو عايز يعرفني عليه. خلاص احنا من خلال اللي فات ده عرفنا مين هو الديفيدند والديفايزر والكوشنت، المقسوم والمقسوم عليه وناتج القسمه. 600 divided by 3 equals هتكون الناتج الانسر يعني 200، فبنسمي 600 دي ديفيدند وال 3 ديفايزر، والناتج اللي عندنا اللي هو الانسر بنسميه كوشنت. كوشنت يعني ايه كوشنت؟ يعني ناتج القسمة. طيب تعالوا نشوف في تيبل كده موجود في الكتاب جاي في الإكويجن، وعايزين نعمل عمود خاص بالريليتد فاكت والكوشنت. لما يكون عندي زيروز في عملية الديفيجن دي من أسهل أنواع الديفيجن، لأني أنا باخد الريليتد فاكت أطلع الناتج بتاعها وبعدين بنزل الزيروز. اول واحده معموله اهي is done for you. 600 divided by 3، خد ال 6 divided 3 بكام؟ من تيبل 3. مين تايم 3 اديني 6؟ ال 2، يبقى كتب 2. بس يا مس ال 6 دي كان قدامها 2 زيروز، دي كانت 600، يبقى ما انساش احط في الكوشنت في الناتج بتاع القسمه ال 2 زيروز مع ال 2، يبقى الناتج 200. تعالوا نحل احنا بقى اللي بعدها. 150 divided by 5، ها مين ال related fact؟ excellent، ال 15 divided by 5 اللي هي ب 3، وال 0 اللي عندنا 0 واحد بس، يبقى ننزله يعني الناتج 30. طب ال 1200 divided by 6، ال related fact عندنا ال 12 divided by 6 equal 2. طب انا كان عندي 2 zeros انزلهم، يبقى الناتج هيكون 200. طيب 200 divided by 4، ها هنا بقى مش هقدر اقول 2 divided by 4، انا هاخد ال 20. ال 20 divided by 4 ب 5، فقدام ال 20 فضل عندي 0 واحد بس، فهحطه هيبقى الناتج 50.
700 divided by 7. الريليتد فاكت هنا سهلة جدا، 7 divided by 7 ب1، وكان في 2 zeros هننزلهم، يبقى الكوشنت عندنا هيكون 100. بعد كده عندي 6400 divided by 8. أنا مش محتاجة أركز مع 2 zeros، أنا هاخد 64 divided by 8. اللي حافظ التيبل عارف إن 8 times 8 ب 64. فال8 دي هحط قدامها ال2 زيروز ما انساهمش فين؟ في الكوشنت الناتج النهائي بتاع القسم. 4500 divided by 9، ها ناخد ال45 divided by 9 equal ايه؟ برافو equal 5، وننزل ال2 زيروز يبقى الكوشنت اللي عندنا 500. 270 divided by 3 نعمل ايه؟ 27 divided 3 ب 9، وننزل الزيرو يبقى الناتج 90. اوكي now use multiplication facts and patterns with zeros to solve the problem. There were 540 crayons in a large bin. Students were asked to put 9 crayons in small box for each student to use. How many small boxes will students need in order to complete this task? Okay. أنا كان عندي 540 لون محطوطين في علبة كبيرة، والولاد عايزين يقسموهم 9 ألوان في كل بوكس صغير كده. فيا ترى هما محتاجين كام بوكس عشان يقسموا الكمية دي كلها؟ فأنا هقول 540 divided by 9. زي ما اتفقنا الـ related fact هنا الـ 54 والـ 9. مين times 9 يديني 54؟ ها؟ Well done my dears. 6 times 9 equals 54. ما ننساش ننزل الزيرو يبقى الناتج 60 بوكس. هنا بقى بيطلب مني ان انا اكتب الـ number ده بالـ expanded form، فاكرينها؟ ها؟ اكتبه ازاي؟ 800 plus 90 plus 2. سهلة جدا وخدناها من أول grade 2 وإحنا بندرس في السؤال ده، بسيط. طيب هنستخدم الـ related fact في حل المسائل اللي بعد كده. 180 divided by 2، أنا بركز مع الـ 18 والـ 2 والـ 0 مش هنسى نزله. 18 divided 2 بكام؟ من التيبل بتاع 2. برافو 2 times 9 بـ 18، وننزل الـ 0 على يمينها، يعني الـ quotient عندنا 90. divided by 8. أنا هاخد الـ 64 divided by 8 equals 8، وما انساش أنزل الـ 2 zeros، يبقى الناتج 800. طيب يا ترى 120 divided by مين يديني 20؟ خدوا بالكم إن الزيرو نزل، فبالـ related fact 12 divided by مين يديني 2؟ من table 2 يعني 2 times مين بـ 12؟ 6، يبقى الناتج هيكون 6. ده كان كل حاجة موجودة في lesson 1 و lesson 2 خاصة بالdivision. زي ما انتوا شفتوا هي مرتبطة جدا بlessons المultiplication، فاللي حافظ التيبل كويس جدا الدروس دي بالنسبة له بتبقى سهلة قوي. وموضوع الزيروز ده ما هو إلا بنبقى مركزين في عدد الزيروز اللي بننزلها واللي بنشيلها، وrelated fact من أبسط ما يكون. الdivision عبارة عن dividend وdivisor وكوشنت الناتج القسمة. اللسنز اللي جاية هناخد كمان باقي الدروس الخاصة بالديفيجن. تابعوني فيديو بفيديو، أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.